آيس كريم كلو كلو والناس كلها بياكلوه، بس مش عارفين حكايته. تعال أقول لك مين اللي اخترع الآيس كريم. آيس كريم، بوزة، دندورما، جيلاتي جيلاتو، بوتيتو بوتاتو، مش حيفرق خالص المسمى. كل العالم بيأكل الآيس كريم وبيعشقوا كل الأطفال من سن 3 سنين ل90 سنة. مليون فليفر مختلف وافتكاسات بتطلع كل يوم، وأشكال ومحلات وكوباية ولا كون، بوزارول ونيتروجين وحاجات غريبة بيتطور بيها كل يوم شكل أشهر نوع حلويات في العالم. السؤال بقى، هو مين اللي اخترع الآيس كريم؟ إيطاليا هي أشهر بلد بتعمل آيس كريم، وغير ان فيها اجمل محلات ليه في العالم، كمان فيها مدرسة خاصة لتعليم فنون صنع الايس كريم. بس مش ايطاليا هي البلد اللي نشأ فيها الايس كريم، ولا قارة اوروبا تما اساسا. امال ايه الحكاية بقى، ولا ابتدت امتى؟ الموضوع حصل في القرن الـ12 في امبراطورية المغول. ايوة، هم الناس بتوع جنكيز خان وهولاكو اللي بيلبسوا قرون وبيغزوا الدول ويولعوا فيهم، دول هم اللي اخترعوا الايس كريم. تخيل. جت ازاي بقى؟ جنود الجيش المغولي كانوا بيحطوا معاهم قربة لبن في رحلاتهم الطويلة عبر صحراء جوبي، وخلال رحلاتهم وغزواتهم على الحصنة درجن درجن طول اليوم، اكتشفوا ان اللبن بتاعهم بيتخض وتزيد سمكته، وحبوا طعمه جدا بالشكل ده. وحتى بعدها بقى يقصدوا يمشوا بالأحصنة مسافات أطول وبسرعات أكبر عشان تزيد سماكة وحلاوة الافتكاسة اللي طلعت معهم صدفة في قرب اللبن دي. وبمرور القرن الـ13 انتشر سر صدفة جنود المغول، وبقت ديزرت الايس كريم نوع حلويات شعبيته عريضة جدا، فضلت تزيد وتزيد مع توسع الامبراطورية المنغولية، وانتشر في اوروبا لما ماركو بولو اكتشفه في ايطاليا في اواخر القرن الـ13. بس تقريبا الناس نسيت اصل الحكاية ايه.